أسعد الله صباحكم بكل الخير أحبائي الصغار. لقد تحدثنا في الدرس السابق من مادة التربية الإسلامية عن سورة العصر، وتعرفنا على معاني الآيات وشرحها وبيان أهمية الأعمال الصالحة للفوز بالجنة. اليوم سوف نتحدث في درس جديد، وهو الدرس الثالث وبعنوان الأذان والإقامة. اليوم سوف نتعرف على الأذان فقط. أنت يا صغيري عندما تسمع صوت المؤذن يؤذن، تدرك من خلال ذلك أنه قد حان وقت الصلاة. الصلاة يا أول هي فرض على كل مسلم ومسلمة لينال رضا الله تعالى. ونحن يا أول في اليوم نصلي 5 فروض: صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. والأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. إذن يا صغيري، الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. إذن يا أول، نحن عندما نستمع لصوت الأذان علينا الذهاب لأداء الصلاة. والآن يا أول انظر إلى الصورة التي أمامك، ما اسم الشخص الموجود في الصورة؟ أحسنتم، إنه المؤذن. ومن هو المؤذن؟ المؤذن هو الشخص الذي ينادي للصلاة. المؤذن هو الشخص الذي ينادي للصلاة. والآن يا أحبائي، هل تعلمون من هو أول مؤذن في الإسلام؟ أحسنتم، أول مؤذن في الإسلام هو بلال بن رباح. أول مؤذن في الإسلام هو بلال بن رباح. والآن يا صغيري لنستمع جيدا إلى كلمات الأذان. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الفلاح.
صغيري، بعد أن استمعت للأذان، هيا لنتعرف كم مرة تكررت عبارة الله أكبر. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذن يا أحبائي، تكررت عبارة الله أكبر في الأذان 6 مرات. حي على نتعرف كم مرة تكررت عبارة حي على الصلاة. واحد، اثنان. إذن تكررت عبارة حي على الصلاة في الأذان 2 مرات. والآن هيا لنتعرف كم مرة تكررت عبارة حي على الفلاح. واحد، اثنان. إذن يا أول، تكررت عبارة حي على الفلاح في الأذان 2 مرات. والآن يا صغيري، هيا لنتعرف ما هي العبارة التي تكررت مرة واحدة. أبدعتم، لا إله إلا الله، وهي مفتاح الجنة. ويا صغيري، عليك حفظ كلمات الأذان غيبا، وعلينا دائما الاستماع والإنصات لكلمات الأذان دائما. وعليك أن تعلم يا أول أنه بعد الأذان عليك بالصلاة على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، ثم أدعو الله قائلا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وعليك يا صغيري بحفظ دعاء ما بعد الأذان غيبا، ولا تنسى يا صغيري بكتابة اليوم والتاريخ في أعلى الصفحة رقم 8. بارك الله فيكم أحبائي الصغار، أراكم في الحصة المقبلة لنكمل الدرس ونتعرف على الإقامة إن شاء الله. إلى اللقاء.